ولكن بغيتك تنساعد لي داكشي ديال البروتوكول والشكليات والثقافة وتكلمي معايا كامرأة عندها شعور وإحساس. اش بقى تبغي تقصد السي نبيل؟ اللي كنبغي نقصد يا سيدتي هو انك تبارك الله امراه مازال شابه وكلك انوثه، علاش حارمه نفسك من اشياء نعم عليك بها الله؟ علاش السي نبيل؟ الله يخليك، جاوبني على قد السؤال وهضر معايا باحترام. استاذه وفاء، بصراحه انا راني طولت معك. انا راه اول مره كنروح مع شي مره. شوف الله يخليك، وانا غادي نهضر معاك بصراحه وغادي نخرج معاك ليها قود والليلي هاليه. استاذه وفاء، انا راني مربوط بك. سي نبيل، الله يهديك، اش هذا المستوى؟ اش هاد الكلام ساقط؟ الله يهديك. ساقط ولا ناجح ماشي شغل. المهم انت راكي عجبتيني وقرنت فيك عيني وبغيت نكمل معاك ديني يا نور عيني. وجاوبيني ويديك ويديك، خصك تعرف بأنني راني حالفة عليك. أنا نخلص عليك الكفارة على حسابي يا أخي. تلقينا الفراجة هالعار وجمعية نساء الأرامل كان دير فيها؟ أتروح تنبك ديك جمعية نساء الأرامل؟ أش من جمعية هادي؟ أش من القانون هذا؟ واش من حق المرأة إلا مات لها الراجل ما تزوج؟ علاش؟ شكون نتوما اللي جبتوا هاد الحق؟ منين جبتوه؟ ما غايقولوش عليا بانني كذابه ومخادعه وما عندي كلمه. بالعكس، غادي يقولوا عليك هاد المراه هادي كانت مكتفانا ورابطانا وهلكانا بعضامنا، ها هي طلقاتنا، الله يكثر خير من كان حيله وسبب. انت شيطان. دابا انا شنو غادي ندير؟ والو، ما عندك ما غادي ديري غير هذيك المداخلة، غادي ترديها استقالة مريضنا ما عنده بس. واش هذا كلام الشيطان؟ نبي انا خايفة. اللي يعطيك ما يخوفك، انا معاك في السراء والضراء. وبصراحة حتى انت عجبني، لانك لطيف وطريف وكلك نشطة حيوية. واش اخرى عينية؟ ومحبوب ومقبول وبركة عليك اليوم. زيديني زيديني عشقا زيديني. زيديني عشقا زيديني. أولا عباد الله، المرأة كتنغل، المرأة مشحونة بالعواطف، مدبوسة بالكلام الحلو، كتغلي. حرام عليك يا الاستاذه، والله لو كان زدتي شي شويه، لو كان تفرقعتي. بالحق الله يخليك يا الاستاذه، نوضحوا واحد الامر قبل ما نتوالفوا. غادي نبوح لك بواحد السر، انا رانا فيا واحد ديفو. انا هو راه كل شيء قابل للاصلاح. كنشخر حتى انا. الله الله يا ربي، الله يا ربي، الله يا ربي، الله. شخار خدا شخاره وتقرب لهاد العاره. نبي ما تقولها لحد. اويلي شكون اللي قالك غادي نقولها؟ وشكون اللي قالك انا كنقولها؟ شكون اللي قالك غادي نقولها؟ غير حتى نوضبوا امورنا ونرسيو مسا.
مسائلكم يا